يا مساء الخير عليكم. النهاردة احنا برضو في مستمرين في الخروجات بتاعتنا، واحنا قابلنا حاجة كده لطيفة جميلة بتفكرنا بالجو البدوي والجو المغربي، ومحمد صممت ان احنا نصور المكان دوت معانا. هنا هو ابو محمود. ابو محمود ده عايزك بقى تفرجنا الحاجات اللي عندك وتشرح لها لنا. اكلين بيدوي امسح ابو ثلاثه، معلش فن الناس اللي معانا. الله، ده انتوا اللي بتعملوه صح؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده جميل جميل بصراحه، جميل. ده عندهم مصنع هم اللي بيعملوه يدوي، كل الشغل ده يا جماعه شغل يدوي. دي بكام؟ دي عامله 450، دي 2 متر في 3 متر. ساعات اقل، دي مشايات حتى على التري والروكا. دي حلوه قوي. بكام دي؟ بكام؟ دي جميع الوانها دي عامله 75. 75 بتعمل مناديل للضهر برضه، اي حاجه اي مساحه انت عايزاها. مناديل ايه؟ للضهر بتاع الانتري. والمساند. فين بقى؟ عندي ورشتنا انا في ارض الحديده دي. عندك ايه كمان؟ الكليم ده بكام؟ ده اللي هو معروف عندنا بكام؟ دي حته عامله 55 جنيه، عرض 70 في متر ونص. في جميع الوانها، عايزه مثلا يكون ساده، عايزه مقلم، عايزه اي حاجه. كل ده شغل يدوي؟ كل ده كريم يدوي، كل دي حاجات يدويه احنا بنعملها. والله جميله، والله جميله. مشروعك مشروع حلو، انت معروف اصلا هنا صح؟ الحمد لله. انا شايفه ناس كانت واقفه عندك كتير بصراحه. انت عايزاها تحت امرك، بنعمل بوفات، ترابيزات، عادات عربي، اي حاجه حضرتك عايزاها. اي شغل بدوي عربي انتوا بتعملوه؟ اي حاجه انت عايزاها احنا بنعملها. فرجنا عندك ايه كمان؟ عندي بقى الكريم اليدوي ده بجميع رسوماته، دي بقى مكانها يا جماعه. الناس دي لازم تتصور، الناس دي لازم تتعرف وتتشهر. بيقول لك انا بعمل حاجه دي على ايدي، على ايدي. الله الله، جميله، زوينه زوينه يعني. زوينه زوينه زوينه. ها دي بجميع المساحات اللي حضرتك عايزاها احنا بننفذها. دي بكام بقى؟ عايزه لون معين بنعمله، دي عامله 450 جنيه برضه. والله حلوه. في مساحات صغيره اقل، لو عايزه مساحه اقل بتعمل 350. اي مساحه انت عايزاها ان شاء الله موجوده. هما بياخدوا يا جماعه المقاسات اللي انتوا بتعملوها. نفس الثمن، دي نفس الثمن يا فندم. بسم الله ما شاء الله، حلوه حلوه. طب ودي دي؟ يا عم تقف هنا يا عم. برضه الحاجه دي 2 متر في 3 متر، دي عامله 350، نفس المساحه. كبيرة برضو؟ بس يا جماعة هو عاملين أشكال، عاملين أشكال، عاملين أشكال. شايفين الشغل؟ بس يا جماعة احنا ماشيين بالصدفة والله العظيم، ولا يعرفني ولا يعرفني ولا أعرفه. احنا ماشيين كده بنصور، زي ما انتوا عارفين احنا بنصور الشارع كله والمحلات. لقينا حاجة كده لفتت انتباهي وبرضه حبيت ان انا اصورها. وعندي بس يا جماعة الأشكال بتاعت الراجل ده، راجل مجدد بيقول لك انا بشتغل على ايدي. واسعاره حلوه يعني، بيقول لك ب 55 جنيه، ب 350 جنيه، وب 450، يعني كانك بتجيب سجاده من بره. الراجل ده معروف يعني، معروف في المنطقه اللي هو واقف فيها ديت، يعني بص الاشكال. الله 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 على الالوان. انا بصراحه اتشرفت بيك، والله يعني انت شخصيه محترمه وفخر لاي حد ان هو يصور معاك. احنا فندي واحنا نصنع، يعني بنشجع الصناعه المصريه طبعا، دي بلدنا وبلد المشرقه طبعا، احنا بنروح في وقت. الله يكرمك، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منتظرين منكم التعليقات، منتظرين اللايك والشير، ومنتظرين الاشتراك. ام محمد بتقول لكم باي باي من المغرب.